بمشاركة أكثر من 100 طفل أقيمت المرحلة الأولى من المسابقة العالمية الرابعة لبرنامج الحساب الذهني والمسابقة العالمية للمعرفة بعالم الرياضيات للمرة الأولى في سوريا بالتعاون مع غرفة تجارة حمص، وذلك في صالة زنوبيا بحي الوعر. بالتعاون مع غرفة التجارة بمدينة حمص اليوم تقام المسابقة العالمية الرابعة للحساب الذهني RHMAS والمسابقة العالمية الأولى للفيداماث. طبعا هاي المرحلة الأولى، فيما بعد رح يتأهلوا الأطفال لمسابقات عالمية أونلاين مع باقي الدول العربية والأجنبية. هاي المسابقات اليوم احنا عندنا 110 أطفال من مختلف الأعمار، من عمر 5 سنين لعمر 14 سنة. مسابقة الحساب الذهني مثل ما كنا بالعام الماضي، هالمسابقة اللي عم تنمي العقول الأطفال، عم نشوف مبدعين اليوم من بلدنا، عم نشوف مبدعين من حمص ومن سوريا بشكل عام، عم يوصلوا لمنصات تتويج عالمية. هذا الشيء بفرح القلب أكيد. إحنا كغرفة تجارة حبينا ندعم هالفكرة وندعم هالمبادرة. رغم كل الصعوبات ورغم كل القصص اللي نحنا واجهناها قدرنا نحقق هذا الإنجاز، وأنا بعتبره بحد ذاته إنجاز إننا نحنا كسوريين إنه نحنا نقدر نوصل ونحقق إنجازات عالمية بإذن الله تعالى، وهذا الشيء ما هو غريب عن سوريا أبدا. كما تم تكريم الفائزين الأوائل بالمسابقتين المتأهلين للمرحلة الثانية من المسابقة العالمية التي ستقام بمشاركة أطفال من أنحاء العالم. حلمي أني شارك بالمسابقة العالمية ومثل بلدي سوريا، خلينا كتار ونشارك ونوصل بلحظة المنافسة بأعلى مستوى ونعيش على هذا المبدأ. أمن بنفسك بأنك تستطيع، اعمل، بادر، تعاون، اكسب، شارك، فالحياة الناجحة تبدأ بعقل واعي. الفيدا ماث هي بتوسع مداركنا العقلية وبصير عندنا الحساب فورا وبتفيدنا لقدام. يعني احنا اليوم أول مسابقة بسوريا الفيدا ماث، احنا بنطور قدراتنا العقلية، كل ما طورناها أكثر بنطور سوريا وبنسويها بنعمرها أكثر. برامج الحساب الذهني والمهارات الفكرية تنمي مدارك الطفل وتطور ذكائه وسرعة بديهته وذاكرته وتزيد ثقته بنفسه، كما تنمي قدرات الأطفال للوصول إلى أعلى كفاءة علمية وبناء جيل قادر على نهضة سوريا. أسامة ديوب، الأخبارية السورية، حمص.